Musabaqah Tahunan Hafalan Al-Quran dan Hadis Pangeran Sultan bin Abdul Aziz Al-Usud Rahimahullah Tingkat Nasional ke-14 di Indonesia Tahun 1443 Hijriah atau 2022 Masehi Nad'u al-akhul mutasabik Muhammad Rehan Afiseno min Jawal Wusta Qala al-imam Al-Hafz Abdul Ghani Al-Maqdisi Rahimahullah عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري بسم الله عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائل فيقرأ القرآن بارك الله السؤال الثاني قال الإمام عبد الغني رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاكٍ عن عائشة رضي الله عنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاكٍ عن عائشة رضي الله عنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاكٍ فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن يجلسوا فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا صلى jalisan fasallu julusan ajma'un. Soal الثالث بارك الله فيك عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة فقال صليت يا فلان قال لا قال قم فاركع ركعتين وفي لفظ فصل ركعتين قال فقال قم فاركع ركعتين قم فاركع ركعتين وفي لفظ فصلي ركعتين وفي رواية فصلي ركعتين طيب السؤال الرابع بارك الله فيك قال الإمام المقدسي رحمه الله عن عبد الله بن معقل قال جلست إلى كعب بن أجرة جلست إلى كعب بن عجرة رضي الله عنه فسألته عن الفدية. عن عبد الله بن معقل قال جلست إلى كعب بن عجرة فسألته عن الفدية فقال نزلت في خاصة وهي لكم عامة حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمر يتناسل على وجهي فقال ما كنت أرى الوجع بلغ بكما أرى أو قال ما كنت أرى الجهد بلغ بكما أرى أتجد شاة فقلت لا قال فصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع وفي رواية أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رواية فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقا بين ستة مساكين أو يهدي شاة أو يصوم ثلاثة أيام بارك الله فيك
السؤال الخامس قال الإمام المقدسي رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال جاء بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر برني عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال جاء بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر برني فقال له النبي من أين هذا؟ قال بلال كان عندي تمر رديء فبئت منه صاعين بصاعين نطعم النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي عند ذلك أوه أوه أين الربا لا تفعل ولكن إذا أردت أن تشتري فبئ التمر ببيع آخر ثم اشتري به. طيب مفردات الحديث الحجر ما معنى؟ كيف؟ الحجر الحجر يعني فخذ. شاكل ما معنى؟ مريض. ما كنت أرى لم أكن أن أرى. أوه أوه حكاية عن التعجب. عن التعجب يتعجب. انتبه فقه الحديث. أولا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري. هذا الحديث فيه دليل على ألف كراهة الاتكاء في حجر الحائط وقراءة القرآن فيه، ب جواز الاتكاء في حجر الحائض وقراءة القرآن فيه، جيم تحريم الاتكاء في حجر الحائض وقراءة القرآن فيه. ب ثانيا النهي عن حلق الشعر عند الإحرام. ألف من واجبات الحج، ب من أركان الحج، جيم من سنن الحج. النهي عن حلق الشعر عند الإحرام. ألف من واجبات الحج، باء من أركان الحج، جيم من سنن الحج. ألف ثالثا الأمر بالصلاة في قوله صلى الله عليه وسلم قم فاركع ركعتين، هي ألف صلاة قبلية الجمعة، باء صلاة تحية المسجد، جيم صلاة سنة مطلقة. باء نصف صاع يساوي ألف مدين، باء ثلاثة أمداد، جيم أربعة أمداد. ألف طيب مصطلح الحديث من شروط الحديث الصحيح ألف اتصال السند، باء تسلسل السند، جيم اشتهار رجال السند. ألف سؤال الثاني حديث المتهم بالكذب ألف
متروك، باء موضوع، جيم منكر. موضوع. السؤال الثالث: كتاب معرفة علوم الحديث من تأليف الإمام ألف الحاكم النيسابوري، باء الخطيب البغدادي، جيم السيوطي. الحاكم النيسابوري. ترجمة الصحابي: عرفنا بأبي هريرة رضي الله عنه. أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه أسلم عام خيبر وشهدها ولازم النبي صلى الله عليه وسلم واعتنى بحديثه. شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بحرص على الحديث. قال له ابن عمر: كنت ألزمنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمنا بحديثه. قال البخاري: كان أبو هريرة أحفظ من روى الحديث في عصره. ذكر أهل العلم أنه روي له عن النبي صلى الله عليه وسلم 5374 حديثا. توفي في المدينة 57 رضي الله عنه. طيب، عرفنا بالبراء بن عازب رضي الله عنه. Buenas noches.